السلام عليكم. اليوم في الشوط ام والد راح نديروا طاجين البسباس، لكن بطريقه جديده ان شاء الله راح تعجبكم هذه الطريقه، يعني تنفع بزاف في شهر رمضان. والبسباس راح نديروا على شكل كروكيت، يعني هما في حد ذاتهم تقدروا تقدمهم كطبق يعني جانبي يعني كمقبله. زيدي لها الدجاج، راح نزيد لها الدجاج بالجلبانات ولي طبق كامل. راح نبداو بطريقه التحضير. راح ندير شويه تاع الزيت، ما تكثروش، شويه فقط، كل واحد واش يحب، كاين اللي يحب يكثر كاين اللي ما يحبش. نديرو طرف تاع الدجاج، زوج طرف ولا طرف واحد راح يكفي، كل واحد على حسب العائله تاعها. راح نخلي الدجاج تاعي يتخلى مليح. اذا هنا بعد ما تحمر الدجاج تاعي شويه راح نزيد له بصل تبدا، كربجوها يعني ما قطعوهاش باش لاصوص تاع الدجاج تاعنا تجي بنينه وتجي قطره. بالطريقه واش راح نزيد لها؟ راح نزيد لها جلبانه، انا الجلبانه تاعي كونجلي، راح نزيد لها. هنا المقله كانت سخونه يعني غير حطيت البصله تاعي قلات مليح، ها هي زدت عليها الجلبانه راح يبرد الطاجين تاعي. واش نزيد عليهم؟ راح نزيد عليهم حبيبه تاع الطوماطيش مقطعه اوندي ماشي مسكرجه، قطعوها مربعات يعني هكا راح يجينا احسن طاجين تاعنا خير من سكرجوها، يعني جربوها. راح ندير عليهم كميه تاع المعدنوس، وكما نعرفوا الجلبانه تتمشى بزاف مع البسباس. وراح ندير لهم الملح، كمية من الملح والفلفل الحل فقط. هذا واش راح ندير فيه الطاجين تاعي. اذا نخلي الكل يتقلى على نار قليله حتى كل حاجه تتلاقى مع بعضها باش نمرق، يعني ما تملقوش دركا، خلوا الكل يتقلى مليح ويتشرب بهذه الطريقه. اذا كي يتقلاو مليح لكم على نار قليله، نخلو الكل يتقلى، من بعد نمرق ونخلي الكل يطيب. الان جوزو الكروكات تاع البسباس واش راح نستحقوا فيهم. انا حكمت جوج حبات تاع البسباس فقط، فورتهم يعني فوروهم حتى يطيبوا، ومن بعد تخليهم في الكسكاس يقطروا مليح هذاك الماء تاعهم. كما نعرفوا ان البسباس فيه الماء راه هو حتى يولي طايب، يعني كي تدخلي فيه الفرشيطه تدخل بكل سهوله. واش راح ندير؟ واسو غير شويه بالفرشيطه لانه راح يطيب بالخف. هو فوروه كما قلت لكم، فوروه وحده ما ديروا له والو، ها هو طايب قدامنا. واش راح ندير له؟ راح ندير له كميه تاع اللحم مكفت، ندير له شويه تاع المعدنوس، حبيبه تاع البيض بالطريقه. وراح ندير لهم الملح وفلفل الكحل بالطريقه. الان واش راح ندير؟ هنا عندي لاشابلور راني موجدتها، ونديرو حتى نحسو بالعجينه راهي مليحه، يعني لاشابلور زديها على حسب الكثافه تاع الخليط تاعنا. نخلطو بيدينا هذاك اللحم مع البسباس، شغل نعجنوه بالطريقه. هنا لاشابلور لازم لانها هي اللي حتلم لنا الخليط باش ما يتفتحلناش كي نقلوهم، ويجي والله غير يجي بزاف بنين هذا الطبق. يعني اللي ما ياكلش البسباس في الدار يبدا ياكلو ما يروحش يحسلو بلي بسباس، لانه راح يجي بزاف بنين. راح نزيد له بلا شابلور ونعجن ونشوف حتى نحسو به تلم، لانه لا شابلور هي اللي حتشرب لنا هذيك الرطوبه اللي في الخليط، وراح تجي كميه لاباس بها رغم انه يعني عملت كميه قليله تاع اللحم مكفت ما درتش بزاف. راح نزيد شويه تاع لاشابلور، راح نديرها كامله ونخلوه يجي راح يشرب. يعني كما قلت لكم ما نقدرش نعطيكم الكميه تاع لاشابلور، كي تحسوه ها هي مليحه، ها كي ديروها يعني كره راح تتلم، حبسوا لاشابلور تاعكم خلوها تشرب مليح، ومن بعد راح نشكلوها كبيرات.
هنا راح نشكل الكويرات تاعنا اولا لي كروكيت تاع الرز. ديروا كويرات يعني الكبر اللي حبيتوه، ما تكبروهمش بزاف من الاحسن، ديروهم في هذا الكبر بالطريقه ونحطهم في لاشابيون مباشره. نزيد حبه اخرى، ما هي يعني هذا الطبق مليح في شهر رمضان ولا يجوك ضياف مليح ويجي زاكي. ها هو كاين بسبس اللي ما يحبوش ياكلوه في الدار، بهذه الطريقه راح نبدلو وماش راح يفيقوا له، خاصه الاطفال راح ياكلوه. كيما تقدري تحشيه بالفرماج في الوسط وتقدميها كمقبله وحدها. اذا نقليهم مباشره في الزيت بهذه الطريقه. انا راح نكمل كاع الكميه تاعي، والمرقه تاعي راني مرقتها وراهي طيب على نار قليله. كما دائما نوصيكم الماكله طيبوها على نار قليله، خلوها تتقلى بزاف، يعني قد ما تتقلى راح تجي بنينه. كي تمرقي ما تكثريش الماء بزاف، راح تجي الماكله تاعك تجي بنينه. انا راح نكمل نتاقي فيما بعد ان شاء الله. ها هما لي كروكيت تاعنا نقلي فيهم، يعني خلوهم حتى ياخذوا اللون الذهبي هذا الشباب، يعني والله غير ريحتهم رائعه ان شاء الله. تجربوهم وتشموا ريحتهم بنينه بزاف. اذا راح نكمل نقليهم وفيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي الجلبانه تاعي بالدجاج بعد ما طابت كما راكم تشوفوا، خلي حتى لاصوص تولي خثره. وهنا ها هما لي كروكيت تاعي تاع البسباس هنا بعد ما طابوا، كما قلت لكم هما وحدهم يعتبروا كمقبله، تقدري تقدميهم او تقدري تقدميهم مع طاجين كما درت انا، يعني سربي الدجاج تاعك ونحطوا لي كروكيت تاع الرز تاعنا صاير داير، نشبحوا بهم بالطريقه كما قلت لكم، يعني كمقبله تزيد لها الدجاج حميصه او جلبانه تولي كطبق رئيسي. ها هو الطبق تاعنا وها هما لي كروكيت. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. اذا ها هما امامكم، ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غديروا لي جيم لافيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. هنا نسيت ندير شويه تاع المعدنوس على الوجه تاع الطبق تاعنا كما رانا نشوفوا. ان شاء الله تكون عجبتكم.